استراتيجي وتقني. أهلا بك. أيا دعنا نبدأ من هذا السؤال، هل يمكن أن تعتمد الدول العمل عن بعد كاتجاه، خاصة مع تغير الاتجاهات العمل والإنتاجية، التحول نحو العملات الرقمية، مستقبل الذي نتحدث عنه؟ هناك الكثير من المتغيرات في 2021. بصفتك شخص يدرس المستقبل، ماذا نقرأ في 2022؟ ما من شك بأننا نشهد الكثير من التغيرات، وكلها كنتم قد ذكرتموها وهي حالية نحن نعيشها، لم تحدث قبل فترة بعيدة. بدأ هذا قبل 2021، ولكن كيف الأعمال والصناعات تستفيد من هذا؟ كيف يمكن للدول أن تستفيد من هذه التكنولوجيات وتستخدمها؟ الطريقة هي كالتالي: هناك اعتماد لأي تكنولوجيا، إن كانت تكنولوجيا السحابة الحاسوبية، البيانات الكبرى، العملات المشفرة، أيضا الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، كلها يتم اعتمادها. في 2021 تم اعتماد الكثير من التكنولوجيات الجديدة التي أتت من حيث لا ندري. العملات المشفرة نمت بشكل كبير وارتفعت بشكل كبير. لدينا أيضا الميتافيرس وأيضا NFTs، العملات أو الرموز غير القابلة للاستبدال. التكنولوجيا تطورت بشكل سريع، بوتيرة أسرع مما اعتدنا، لذلك هناك الكثير من أخبار عن هذه التكنولوجيات. من بين الأمور التي أنتم ذكرتموها كان علينا أن نعتمدها، وهي العمل من المنزل أو عن بعد. العديد من الشركات والحكومات والأعمال كان عليها أن تأخذ هذا الخيار، كيف نعمل من المنزل، كيف نعمل من البعد عن بعد ونحافظ على الإنتاجية. ومع بداية الجائحة العديد من المؤسسات ترددت، هل نعم فعلا يمكننا أن نعمل عن بعد؟ كانت هذه مرحلة انتقالية كبيرة جدا، أن نثق بالموظفين وأن نثق بعملية القيام بالعمل، نقول نعم هذه الطريقة ناجحة. ونتيجة لذلك بعض الحكومات لديها الوزراء الذين يركزون على العمل عن بعد والتطبيقات العمل عن بعد لعام 2022. إذا ما استمرت الجائحة بهذه الموجات، كما نحصل ارتفاع وانخفاض ومتحورات جديدة، إغلاقات جديدة، فالاتجاه هو أن نستمر العمل عن بعد ومن المنزل، اتجاه مستمر. والعديد من المؤسسات اليوم، أغلبية الشركات التي اعتمدت هذه الطريقة للعمل، باتت مرتاحة بطريقة العمل. إيان دعني أسألك عن تأثير هذا على الناس في الشارع. يعني هناك حديث أن الطبقة الوسطى تتغير في الأعوام المقبلة، سنرى تغيير في طريقة التعامل، طريقة الحياة اليومية بسبب هذه التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى ستؤثر علينا على المدى القريب والمتوسط؟ بخمسة وأربعين ثانية. الطبقة الوسطى بالطبع سوف تضيف مليار شخص في الأعوام القادمة بحلول 2030، أي عدد كبير من الأشخاص، وبالتالي أعتقد بأن هذا سوف يترك أثرا إيجابيا بالطبع على اعتماد التكنولوجيات. التكنولوجيات المختلفة ستؤول إلى الكفاءة، إن كان الـ NFTs، الذكاء الاصطناعي، العملات المشفرة، ستزيد من الإنتاجية. وأعتقد اليوم الأمر بات أسهل للعمل، نمضي الوقت مع الأسرة وحتى نستمر بالعمل وتحقيق الإنتاجية في هذا العالم، عالم الاحتراف. نحن جميعا نختبر عالم جديد للعمل، وأعتبر بأننا جميعا سوف نعتمد وسوف نتأقلم مع هذا في 2022. إيان خان، الخبير الاستراتيجي والتقني، كنت معنا من أونتاريو، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير. ما لا شك بأنه هذا العام كان